الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الأصل الخامس: محبة الله للعبد تتفاوت بتفاوت متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. فإنك لو سبرت القرآن والأدلة من أولها إلى آخرها التي تثبت صفة المحبة لله عز وجل أنه يحب، لما وجدت سبب محبته إلا شيئا شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحب المتقين، إن الله يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب كذا من الأعمال، كلها من الأعمال التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من أراد أن يحبه الله فليتابع نبيه صلى الله عليه وسلم. لا تظنن أن الله سيحبك بأي عمل من الأعمال مخالف للمتابعة، حتى وإن سول لك الشيطان أنه عمل يحبه الله وأنك ارتفعت منزلة عند الله، هذه وسوسة، فاستعذ بالله منها وارجع إلى جادة الحق، وهي أنه لا طريق إلى محبة الله للعبد إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مقدار متابعتك على مقدار محبة الله عز وجل لك. فإن قلت: وما برهانها؟ أقول: برهانها الآية التي ذكرتها قبل قليل، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، فاتبعوني يحببكم. فعلق المحبة على الاتباع، مما يدل على ارتباطي على ارتباط وثيق بين محبة الله عز وجل للعبد وبين متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صليت كما صلى رسول الله أحبك الله، إذا زكيت كما زكى رسول الله أحبك الله، إذا حججت واعتمرت كما حج واعتمر رسول الله أحبك الله، إذا ذكرت الله كما ذكره رسول الله أحبك الله، إذا اتقيت الله كما اتقاه رسول الله أحبك الله. وأما الابتداع والمخالفة والمحدثات المنكرة الشنيعة فإنها تبعدك عن الله عز وجل وتبغض الله عز وجل فيك. وكلما ابتعدت عن هذا الصراط النبوي المستقيم كلما أبغضك الله، وكلما اقتربت من هذا الصراط المستقيم وعضضت عليه بالنواجذ وثبتت عليه أحبك الله. ومن منا لا يريد أن يحبه الله؟ فمغفرته مربوطة بمحبته، رضاه مربوطة بمحبته، عفوه مربوطة بمحبته، نصرته مربوطة بمحبته، جنته مربوطة بمحبته. إذن كل الخير متفرع عن محبة الله لك، فهذا سببها الأعظم إن كنت صادقا في طلبها، هذا سببها الأعظم إن كنت صادقا في طلبها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن أحبهم الله حبا عظيما.